يعني قبل المباراة باخدك بقى برمي لك بقى خلاص، لأنك أنت أصبحت مسألة فيها صيت سهل. أنا باخدك في حتة وبلعبك، بقول لك قبل الماتش ده خاتم سليمان وبتاع وكله ماشي وراه حاجات تضحك. ما انا بكلمك اهو، يعني انا كنت بضحك. هتيجي انت تنزل الملعب فتفاجئ انه وليد نازل وناس رايحه تجري. طب هو فين المسؤولين في الاهلي؟ فين الفريق؟ فين اللعيبه؟ يعني انت ازاي يعني؟ هل ده من المنطق ينزل يدارين المباراه موجوده وده لعيب نازل جارحين يقولوا له؟ يعني ده كلام طبيعي يحصل في اي حاجه؟ يعني هل من المعقول فعلا الكلام ده؟ نصل لهذه المرحله ماشي الضغط، ما انا دلوقتي هختار عناصر بعينها واضغط عليها. كل من ينتمي للاهلي بيتعرض الان لحمل التشويه، عشان تبقى انت فاهم ده الكلام ده، سواء لاعبين اداريين مجلس اداره صحفيين منتمين. على فكره النادي اكبر من الكلام ده بكتير. انا بكلمك اهو كل بقى في مرحله ايه؟ مرحله تشويه. صمت الاهلي طمع البعض، وهم عارفين ان انا مش هتكلم مش هرد، وما فيش حد هيخرج من الاهلي يقول لك كلمه. بس في ناس، الناس اللي عندها ضمير وتعي الكلام ده، اذا كان عندهم ضمير يعرف ان هو لا يتمادى في هذه الصوره، لانه في حساب ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب. ما تتخدعش قوي، يعني ما استغلش ان انا بتعامل معاك بادب وباحترام وبردش عليك فيكون رد فعلك انت تزيد قوي في التضليل ومحاوله الاغتيال واتهامات ومجلس الاداره. ما هو انت في سؤال برضو الناس بتقول لك هو طب مجلس الاداره ما بيردش ليه؟ يعني الاجابه واضحه وضوح الشمس. من امتى رد يا من امتى رد هاني؟ ومن امتى هرد على من امتى هيرد؟ طيب الاسلوب يعني ايه؟ يعني انت لما يا استاذ محمود تيجي تسالني باسلوب محترم او تنتقدني باسلوب محترم فهتلاقي الرد المحترم، هشرح لك. لكن حتى يعني الحاجات اللي بتتقال ما تتردش عليها، يعني دون المستوى، دون المستوى الاخلاقي، دون المستوى الثقافي، دون المستوى الرياضي، فانا ازاي هنزل وارد على هذا المستوى؟ فده النادي الاهلي، فمجرد ان انا ما بردش على الكلام ده لان انا النادي الاهلي، انا الكبير، انا يعني اللي خلي بالك في اصحابي زملكاويه كتير. النهارده كنت بتكلم مع ناس صحابي فبيقولوا لي يا اخي ما هو احنا طول عمرنا شايفين النادي الاهلي في حته تانية، شايفين النادي الاهلي في حته تانية، فانا حاسس ان الحته دي لا بدا الناس تقلق منها. هكسرها ازاي؟ طول عمر هكسرها ازاي؟ وهيفضل النادي الاهلي في حته تانية.